كشفت الصين النقابة عن أكبر حزمة حتى الآن لتحفيز الاقتصاد ودعم القطاع العقاري الذي يعاني من أزمة كبيرة منذ 2021، وصفها البعض على أنها ستكون أسوأ من أزمة 2008. الحزمة واسعة النطاق التي أعلن عنها البنك المركزي الصيني من شأنها أن تخفض تكاليف الاقتراض على نحو 5.3 تريليون دولار من القروض العقارية في الصين، كما ستخفض متطلبات الدفعة الأولى لشراء منزل ثان إلى مستوى تاريخي منخفض. أبرز ما تشمله حزمة التحفيز الجديدة تخفيض أسعار الفائدة على الرهونات العقارية القائمة للمقترضين الأفراد بمتوسط 0.5%، وتخفيض الحد الأدنى لنسبة الدفعة الأولى على شراء المنزل الثاني إلى 15% من 25% سابقا، علما أنه تم تخفيض هذه الدفعة الأولى على شراء المنزل الثاني إلى 25% في مايو الماضي من نسبة تتراوح بين 40% و50% قبل ذلك. هذه الخطوة ستخفف نفقات الفائدة السنوية على الرهونات العقارية عن 150 مليون شخص في الصين بأكثر من 21 مليار دولار. كذلك أعلن البنك المركزي الصيني عن بعض المحفزات للبنوك، حيث أكد أنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي التي يجب على البنوك الاحتفاظ به ب50 نقطة أساس، الأمر الذي سيتيح نحو 142 مليار دولار من السيولة للإقراض. كما قد يتوجه لتخفيض متطلبات الاحتياطي بما يتراوح بين 0.25% إضافية بناء على وضع السيولة في السوق في وقت لاحق. كما سيقوم بنك الشعب الصيني بخفض سعر فائدة إعادة الشراء الريبو لمدة 7 أيام بنسبة 0.2% إلى 1.5%. وستنخفض كذلك أسعار الفائدة على تسهيلات الاقتراض متوسطة الأجل بحوالي 30 نقطة أساس، وأسعار فائدة القروض الأساسية بنحو 20 إلى 25 نقطة أساس. ويرى المحللون أن المحفزات الممنوحة للقطاع العقاري من شأنها أن تزيد الضغط على البنوك الصينية الكبرى التي تعاني أصلا من تراجع هوامش الربحية وارتفاع القروض المتعثرة. هذا على الرغم من تأكيد بنك الشعب الصيني بأن هذه الإجراءات سيكون لديها تأثير محايد على أرباح البنوك وعلى هوامشها، نظرا لتحرير المزيد من السيولة لمنح القروض وانعكاس هذه التعديلات على الفوائد على الودائع أيضا. وقد لجأت البنوك إلى تخفيضات متعددة في الفائدة على الودائع للتخفيف من تأثير تراجع الفائدة على القروض، وارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك التجارية في الصين ب 0.4% في النصف الأول، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ عام 2020، كما أن صافي هوامش الفائدة في القطاع يواصل التراجع، وقد وصل إلى مستوى قياسي منخفض عند 1.54% بنهاية يونيو، وهو أقل بكثير من نسبة 1.8% التي تعتبر ضرورية للحفاظ على ربحية معقولة. وتدرس الصين أيضا خططا لإنشاء صندوق يهدف إلى استقرار التقلبات في سوق الأسهم بقيمة 113 مليار دولار، سيسمح للصناديق والوسطاء بالوصول إلى هذه السيولة لشراء الأسهم.